بدك، انت عم يغطيت لهذا الشيء. اتركوني سكتها. طالعه سمعاني شو عم تسمعين؟ شو عم بتخفصي كلك على بعضك؟ ماني شايفتك. عم لحالك مسكين وما بيعرف. انت مره حيه، انت حيه. لك اسكتي، بهدلتينا قدام الناس. انت اكيد جنيتي، ولك انا ما دخلني فيكم. وقف وقف، هلا بده يحاسب انتو وراح انتكم، راح يحاسبكم. يلا كل واحد على شغله، عشو عم تتفرجوا؟ خلصنا. لا تؤاخذوني يا شباب. شو صاير علي؟ شو هالفضايح هي؟ ولوين تركتها تروح بنص الليل ومصطفى معه؟ ما بعرف، عجهنم الحمراء. انت مو بوعيك علي، كيف بتتركها تاخذ مصطفى وتروح؟ هذا ابنك، ما فكرت فيه؟ ما بعرف، ما كارولين أكارسو. كينان بيك بالمكتب، رح نادي له. ألو كينان بيك، حضرتك مقال لأنا، إذا بيحتاج لشي إنه اتصل بي أنت. وأنا هلأ بوضع صعب، أنا مو منيح علي، وأنا اتخانق مع بعض، علي زاد أنا بالشارع ومصطفى كمان معي، أنا هلأ بالشارع، أنا ما بعرف وين بده يروح بهذا الوقت. بالله أنا بطلب مساعدة من أنت لو سمحت. طيب يا خانم روقي، لا تتضايقي، نحن رح نلاقي حل للموضوع، ما رح نتركك انت وابنك بالشارع. انت وين هلا؟ جنب البيت. تمام، رح اجي لعندك، لا تتحركي. شكرا لك. كارولين مرته للقبطان علي، الظاهر انه متخانقين ومقلعه من البيت، وهلا هي وابنها واقفين بالشارع عم تطلب المساعدة، على ما أظن ما معها مصاري تدبر أمورها، لهيك اتصلت لهون. إيه بس بهيك أمور عائلية ما بيصير إنه نتدخل، بعتقد لازم ننتبه، لأنه نحن سمعنا منها وما سمعنا من الطرف الثاني. لازم تفهم شو صاير قبل ما تورط حالك. معك حق حياتي، أنا معك بهذا الموضوع، رح روح أفهم شو صاير وعلى هالأساس بتصرف. أنت هي الست كارولين من وين بتعرفها؟ علي بيك عرفني عليها. اليوم اتصلت وحده الست لهون، لما سالوا عن اسمها سكرت الخط. معقوله هالست تكون كارولين؟ لا ما بعتقد، يعني ليش لحتى ما تقول اسمها؟ هلا اتصلت وقالت اسمها. اسمعي لقلك، شو رايك تجي معي؟ وهيك بتتعرفي على كارولين. المسكينة هي وابنها لحالهم بالشارع، منشوفها مع بعض ومنفهم شو صاير معها ومندبر لها مكان تنام فيه، شو رأيك؟ تمام، فضل اني روح معك. يلا نمشي.